مساله صافيه رائعه. جو كوره اليوم، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. أوه يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه اليوم. ننتظر ان نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها اهداف، فيها متعه، فيها اثاره، فيها مستوى عالي، فيها كوره. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. وتنطلق المباراة بالفعل. رافائيلياو، برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، لمسة على اليسار. رافائيلياو مع كرة بينية. يتلقى الكرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. كريستيان، هدف برتغالي. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات، إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال المساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. الأرجنتين بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور. كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ عدت الكرة. مارتينيز، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. مارتينيز، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. مارتينيز، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. الأرجنتين يحصل على الركنية الأولى في المباراة. موجود لإبعاد الكرة. البرتغال ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر، يلعبها في المساحة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. رافائيلياو، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كريستيانو رونالدو يقطع الكرة بشكل رائع. برناردو سيلفا، غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر مشوار. بيبي، والدفاع يبعدها. برونو فرنانديز، وقت مهم جدا مع نهاية الشوط الأول. لو أتى التعادل راح يغير الكثير من الأمور في الفترة الثانية. نونو مينديز، جواو كانسيلو يحاول أن يلعب كرة بينية. هل يمكن والتسديد؟ فاتت ومرت وصلت إليه. كرة إلى الأمام، قد أفضل. ربما مطالبين بشوية هدوء، شوية تركيز. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. الأرجنتين يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. كريستيانو رونالدو، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. كريستيانو رونالدو يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة.
مولينا، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، لمسة بينية. هنا كرة عرضية وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. برناردو سيلفا يحاول تمريرها من بين المدافعين. الآن فرصتهم للمرتدة. هذه لعبة خطيرة. ليونيل ميسي تلعب كرة جميلة. جول. الأرجنتين تعادلوا في النتيجة الآن. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى. نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. والحارس يلعبها بعيداً عن مرماه. مارتينيز، مرت الكرة. ليونيل ميسي. أوه. يا له من تصدي من حارس المرمى. ميسي قام بما هو. فرصة للتسديد. أي فرصة ضاعت هنا. مباراة مثيرة وصعبة. أعتقد أنه هدف من الممكن جدا يكون كافي حاسم للخروج منتصرا في هذا اليوم. جواو كانسيلو، برناردو سيلفا ممتاز في التمرير. برناردو سيلفا، برناردو سيلفا مجهود فردي غير عادي جميل منه في هذه اللقطة. عمل كل شيء في هذه الكرة لكن فشل في اللمسة الأخيرة. Substitution in progress. لدينا تغيير جديد هنا. الآن فرصة لبداية كتابة التاريخ من أولى المشاركات. الآن شوف طاقة جديدة في الملعب وفرصة لتحريك الهجوم. كرة رأسية. أي فرصة ضاعت هنا. كريستيانو رونالدو. دي باول. الأرجنتين يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. فرصة خطيرة. هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. التحام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تجمع اللاعبين حول زميلهم لاطمئنان عليه. ميسي راح ينفذ الكرة الثابتة. ليونيل ميسي. غيريرو وتشتيت ناجح الكرة. ديوغو جوتا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. Substitution for Argentina number 22
اختبار حقيقي لقوة التحمل، قوة الشخصية، قدرة اللاعبين على التألق بعد دخولنا إلى أوقات إضافية. ديوغو دالوت، الكرة ملعوبة من مسافة، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. دي ماريا، لعبة جميلة تسديدة أجمل، هدف للأرجنتين، وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. أي ضربة صعبة 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 على الحارس، حارس مين يعني ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح، دخل لقلب الموازين، دخل لصناعة الفارق، هنا يصنع الفارق يسجل. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. متفوقون بفارق هدف وحيد، يلعب كرة على اليسار، تنطلق الصافرة إذن وينتهي الفرصة الأخيرة للفريقين. وبصراحة أرى أن الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي الفريقين، هل تبقى لديهم أي شيء من الطاقة من القدرة على تحقيق الانتصار؟ أسئلة كبيرة. ضربة رأسية وينجح في تسجيل الهدف، نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى، كل شيء ممكن هنا، لحظة واحدة قد تصنع الفارق. مباراة مفتوحة مثيرة بالتأكيد، يبقى سؤال من سينتصر في هذا اللقاء. مشجعين عندهم ترقب كبير جدا لمن يكون النجم في هذه الأمسية المثيرة بين الفريقين. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، لمسة على اليسار، إمكانية تسديد الآن، يصوب كرة، الله على هذا التألق لحارس رائع برونو فرنانديز. ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئاً. مارتينيز يبعدها، ينطلق بمجهود فردي في المكان الصحيح، عند خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات، افتتاح مهم في تنفيذ الركلات القادمة، ركلات الحظ اللي تحتاج إلى تركيز كبير جدا. ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. والآن الدور على برونو فرنانديز، الكرة في المرمى، النتيجة 1-1، لتصبح النتيجة هدف لهدف. ثاني اللاعبين المسددين، هذه فرصة للعب دور البطولة، ثم اللاعب الثاني، يلعبها في الجانب الأيسر، تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. الدور الآن على ثالث اللاعبين، يلعبها على اليسار، في الحقيقة عنده شخصية عظيمة. ثالث منفذي الركلات، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. رابع لاعب
ينفذ الركلة. يتصدى حارس المرمى للركلة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. رابع لاعب في ترتيب المسددين. تصدي رائع. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق بهذا الإنقاذ. هذه فرصة للعب دور البطولة. البرتغال، هل هي كرة التعادل الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. البرتغال، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن حان الدور على المسدد السابع. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. الكل ينظر إلى حارس المرمى. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. البرتغال، عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. سددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. البرتغال، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ ولا شيء. هدف من أجل البقاء في المباراة. يبدو واثقا من نفسه هنا. عاشر المسددين على اللائحة. في الحقيقة عنده شخصية عظيمة. البرتغال، لو ضيع هذه الكرة سينتهي. والآن تشتعل المباراة بهذا الهدف. على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. اقتربنا من الحسم. اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة الأخيرة. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. أنهت هذه الركلة المباراة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا عالية على مستوى المعنويات.